نجم نقول المرأة في حياتها فامن، فما جانب كبير منها هكا يحبوها ديما ساكتة، ما يحبوهاش تعبر، ما يحبوهاش تخرج تخدم، ما يحبوهاش توصل صوتها، ما يحبوهاش توصل صوتها. احنا نعيش في مجتمع ظالم المرأة، عنده المرأة تربي صغيراتها وتشد دويرتها، وقت لي لا المرأة مش هكاكة، راهي المرأة بالحق كاتحة وناجحة وعندها مواهب لازم توصلهم للناس بالحق، راهي المرأة امرأة ونص. باهي باش نصلح لك حاجة، ما قالتي زوز كانوا تجارب واقعية، عارف الواقع. باهي التجربة الأولى، من الأول بديت بقصة جارتنا، قلت أنا رافيها، أنا نعرف قصتها، هي مرأة تعبت وبديت، معناها تصور أنت مرأة تخلي أربعة صغارها عند أختها وفي عمر صغير، عمر رفاعة وعمر حاجتهم بأم، خاطر بهم وقتها مرض، تصور أنت المرأة هذيك تخرج وتخدم وتتعب وتضحي بروحها وبحياتها وبوقتها باش توصل صغارها، ما شاء الله توا بنتها الأربعة وصلوا وما شاء الله عليهم الكلهم، معناها والكل في قرايتهم. والحاجة الأخرى اللي هي بدت مسفر وغادي يمكن مسفر شوية، راهي وصلت باعت ذهبها، وصلت تسلفت، وصلت باش عملت تحوينيتها صغيرة، وتعدت برشا صعوبات، معناها صعوبات من عائلة زوجها اللي ما خلوهاش تتوفق، ومع ذيك وهي ما شاء الله طوى معناها والكل كبر حانوت وشريت حانوت اخر، معناها حبيت نحكي ولات قصة نجاح. قصة نجاح ملي كانت قصة معناها نتاع عمراء مضحية، ملي كانت ضحية ولات قصة نجاح. هذه ما أثرش على قرايتك، شنو النيفو نتاعك؟ أنا إن شاء الله السنة بكالوريا، بكالوريا آداب. دونك جيت به. به القصة الثانية. القصة الثانية العنف ضد المرأة. حبيت شنو هو الحادثة الواقعية اللي بنيت عليها المقال نتاعك؟ باهي أخزر لي. أنا موجودة معاكم باش نقول لك بنيت من الحوادث، راهو حاجة أخرى باش نصحح معلومة. في كل مقال فما أكثر من 3 حوادث واقعية. فما مقال فيه 4. أنهي الحادثة اللي مستك اللي تستحق أنك تكتب عليها؟ بالنسبة للمقال الثاني هو عنف ضد المرأة، حكيت فيه على أنواع العنف الكل تعرض لهم المرأة. حكيت على قصة تعرفت لها أنا شخصياً. اللي هي العنف في المدرسة. العنف مثلا من الصغار انه كيفاش فما زاد نوع من الابتزاز الالكتروني صار معناها في المدرسه، نوع ضرب، نوع تنمر. حاولت بتبيع، حاولت نسيخهم الكل في قصه بقى. كملي التفاصيل اللي خلتك تكتب مهمه. اي اني قلت لك انا من الاول كي تعرفت العنف، تعرفت الضرب، تعرفت الابتزاز الالكتروني، تلينفا كيفهم. اي وتنمر زايدة بتبيعة، هذا الكل مسني باش نكتب. ابتزاز الكتروني انا ما حطيتش التجربه ككل، ما حبيت نوجع عليها ديجا. انا زميلتي عندي شكون كتب على الابتزاز الالكتروني، دونك ما حبيتش اني ندخل برشا في التفاصيل. ابتزاز الكتروني من بعض الاشخاص، انه مثلا حتى حكايه فارغه صارت في الكوليج ولا مثلا صارت في الشارع، يعمل لك منها ابتزاز، يقول لك اسمعني كالحكايه هذيك راك ما تعملش وتعملش، نشكي بك لامك راهي توصل لداركم، اسمعني راني نشد عليك كابتشورات. هذه هي حاجه تصير برشا عباد. انا كي صارت لي الحكايه تافهه، يمكن ما نحبش ان نحكيها، ما تافهه على الاخر. ما انا وقتها في عمر صغير، عمري 12 سنه، وليت نبكي ودخلت في حاله اكتئاب، وليت ما عادش نحب نقعد مع دارنا، صارت لي حاله اكتئاب كبيره، ونجم نقولوا اكتئاب حاد، ديبرسيون، اكتئاب حاد تعرفت له. دونك هذه الحاجه اللي خلتني اني نوصل صوتي، خاطر مش كان انا راي صارت لي، انا نعرف مثلا يمكن من المجتمع نتاعي الدارين بيا يمكن 10 ولا 20. أول حاجة قال لك حاجة صغيرونة، بابا كان شاعر قبل، كان يكتب شعر وعنده ديوان صغيرون تاع شعر. هو كي سمع بالحكاية شجعني، أنا من بعد عرفت لي بابا راهو يكتب شعر، ما كنتش نعرف، شجعني. نكملوا في الكيستيون هذه، قلت لك اللي يسمع يعني عادية وإلا لا في حي تضامن ينجموا يعملوا. بالنسبة لي أنا عادية، فما مواهب أكثر مني، فما مواهب نجم كل واحد هو موهبته، كل واحد وستيلو، ما فما مواهب أقوى حتى من نيفون تاعي أنا. مش نيا ما نلقاوش شكون يتسلط علينا ضوء، ما نلقاوش شكون يحتفظنا باش احنا نخرجوا الحاجه اللي فينا، الحاجات اللي احنا نحبوا نخرجوها، ما نلقاوش يعني يحتفظنا. لهنا الاعلام مقصر، مش الاعلام، نحكي على كمسؤولين. مثلا احنا البروجي مثلا ما فماش، نحكي لك انا حاجه اللي تنجم من خلالها انت تخرج موهبتك ككاتب ولا كشاعر. مثلا مسابقات نتاع شعر ما عندناش، مسابقات نتاع كتابات ما عندناش، نتاع خواطر احنا ما عندناش، حتى في الليسي ما يجيوناش، معناها يمشوا الليسيات اخرين يبداو في بلايص نفخ، احنا ما يجيوناش. معناها ما وجدتش الفرص باش تظهر هالموهبه. ما جاتنيش انا، جاتني فرصه بركه في المكتب،
في اتحاد تحدي القراءة العربي، سامحني نسيته، كتبت فيه معاهم وقتها ولخصت والكل، وكانت لي تجربة والكل. من بعدها هي اللي نجي بروجي أصوات التضامن، وجا جمعية أديان، ما جاتني حتى فرصة أخرى. الشباب حي تضامن نجم نقولوا مظلوم؟ شنية؟ الشباب حي تضامن مظلوم في أنه عنده مواهب وما يلقاش كيفاش شكون يشجعه ربما؟ نجم نقول لك جدا 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 زايدة. على الأخر انا نطالب، علاش تمشوا بحي تفاهم انت كلهم، انت كلهم معاكم تحت الحيوط، فماش لينفا تقرا؟ وين تلينفا اللي باش نمشوا لها؟ لا حي تفاهم فيها، حي تفاهم فيها برشا مواهب. تعرف انا باش نطالب انه يجيونا يجيبوا لنا مسابقات. علاش ما تجيش مثلا الليسي يجيب مسابقه نتاع شعر، مسابقه نتاع خاطره، مسابقه نتاع مقالات، وشوف حي تفاهم اسكو فيها مواهب ولا ما فيهاش وقتها. صحيح، أنا قلت لك، أنا ديجا قلت لك مثلا أنا لسي حديق المنزه، لسي التراشنية الآخر، ما نعرفش بلايص معناها معروفة، لسيات النموذجية يجيوهم، احنا في حي تفاهم ما يوصلناش. العراقيل اللي شفتهم في الكتاب ما مصورش أنه من أول كلمة لآخر كلمة تعديت في سيتياسيون معناها إيديال، أكيد فما عراقيل. شنو العراقيل الحقيقة؟ بعض العراقيل مثلا يجي شكون يقرأ كتابك يقول لك تي هذي باش تقراها، تي هذي باش توريها للعباد، شنيا هذا؟ تي تعرف تكتب انت باللي هذا يجيك عباد؟ ما نعرفش ناس، فما اخزر اللي راهو في عائلتك عاونتك؟ عائلتي فما اللي عاوني، في خلاف بابا عندي امي وعمتي وميمه، هذاكم ديما واقفين ورا ظهري، ديما حتى حاجه خايبه لا باه يكمل واصل باه. تو هذي حاجه باش تكتبها، تو هذي تي حكايه فارغه، تي تو هذي باش يوصل، شكون باش يقرا كتابك؟ شكون باش يقرا؟ صحابي، نحكي لك صحابي تقالت لي، وفما صحابي اخرين ولاو يعاونوا فيا في الكتيبه، ولاو هما يعطوا فيا في الافكار معناها بري صغير. اخزر لي حاجه قبل، راهو ريت التصويره هذي ما اختارتهاش انا وحدي، اختاروها معانا البارتيسيبون اللي كانوا معانا، اللي كان الكتاب اللي معناها اللي يعاونونا في الكتابات اللي هما مؤطرين علينا. ورئيس معناها البروجي راهي الناس الكل مع بعضها. بالنسبه لحبينا نوصلوه كيما قلت انت، علاش فوالي؟ خاطر هكا المراه ديما تاعبه وديما تحط فولار على راسها، ديما تخرج تخدم من 6 تروح 7 نتاع الليل، تبدا هكا وجهها ديما يحبوها كاتحه ساكته، تلقاها تلبس اي حاجه تخرج قدامها باش هكا تلبس ولادها، باش ولادها يبداو لابسين بالقدا، هي اخزر تلبس اي حاجه تجي قدامها، شوف الفولار، شوف الكريماس نتاع وجهها، ما تخممش في روحها. ان شاء الله في المستقبل بالطبيعه نحب نولي كاتبه معروفه ومشهوره. وديجا انا خاطر كما تعرف عام البكالوريا ديما عام، بعد البكالوريا ان شاء الله باش يكون عندي حاجه خاصه لي انا، وهاني توا قلتها وفما شكون ما يعرفش بها، اني قاعده نحضر في حاجه كتاب باسمي انا ليا انا معناها، ان شاء الله يا ربي.